الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والحمد العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لهم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يطوفون بينها وبين من آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يتمسهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة والنخل والرمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في القيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أم يتمسون إنس قبلهم ولا جان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على الأرفاف خضر وأبقر حسان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.